الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع كتاب توفيق المنان في شرح نظم البيان ببدايات أرباع القرآن، ومع أرباع الجزء الرابع من القرآن الكريم. قال الناظم عفى الله عنه: أحس تأمنه وحل ليسوا، وسارعوا إذ تصعدون يا رسول، يستبشرون بعده لتبلون، وأول النساء وبعده الثمن. هنا الربع، الجزء الرابع يبدأ بالربع الذي يبدأ بقوله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهو هنا عند هذه العلامة التي وضعتها، وحل ليسوا. ليسوا هو الربع الثاني، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، الآية. الربع الثالث وهو استشهد الناظم بقوله: وسارعوا، وهو قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. إذ تصعدون، إذ تصعدون، وهو الربع الرابع، الشاهد هنا إذ تصعدون يرسو، يعني كلمة يرسو لوزن الإيه؟ لوزن البيت، للوزن العروض. يستبشرون، وهو الربع الخامس، قوله جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الآية. بعده لتبلون، لتبلون وهو الربع السادس: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الآية. وأول النساء، يعني بداية سورة النساء، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وبعده الثمن. كلمة الثمن هي جاءت في الآية رقم 12 من سورة النساء، التي تبدأ بقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. في منتصف الآية جاء وبعده الثمن، وهو قوله تبارك وتعالى كما ذكرت هنا في الهامش: وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. استشهد بهذه الكلمة لضرورة الوزن العروض. نردد البيتين ونحفظ: أحس تأمنه وحل ليسوا، وسارعوا إذ تصعدون يرثوا، يستبشرون بعده لتبلون، وأول النساء وبعده الثمن. أحس تأمنه وحل ليسوا، وسارعوا إذ تصعدون يرثوا، يستبشرون بعده لتبلون، وأول النساء وبعده الثمن. أحس تأمنه وحل ليسوا، وسارعوا إذ تصعدون يرثوا، يستبشرون بعده لتبلون، وأول النساء وبعده الثمن. هذا، والحمد لله رب العالمين.